مساء الخير سيدات السادة، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اللقاء الفكري الذي يضم باحثين ومفكرين ومثقفين لهم صيت ولهم حضور، سواء على مستوى الكتابة والتأليف أو كذلك على مستوى الانترنت والعالم الإلكتروني، ولهم أيضا يمثلون توجها جديدا في الفكر الذي يثير الأسئلة العلمية والأسئلة الثقافية الكبرى التي تعكس اهتمامات جيل جديد من الشباب، ونظرا لأن قلقهم الفكري ومغامرتهم في البحث وشجاعتهم في طرح الأسئلة الكبرى والجوهرية، فقد جعلهم يستقطبون اهتمام الشباب والكثير من القراء ومشاهدي الفيديو كذلك، ويسعدنا أن نستقبلهم في مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونشكر المنظمة على استضافتها لهذا اللقاء الفكري، الأستاذ بوبكر لارجو وكل الفريق اللي معه وأعضاء المكتب على رحابة صدرهم وإتاحتهم لنا هذا الفضاء اللي هو فضاء للدفاع عن حقوق الإنسان. فالمنظمة المغربية لها تاريخ في الدفاع عن حقوق الإنسان المغربي والإنسان بمفهومه الكوني، ولهذا من الطبيعي أن تحتضن هذا اللقاء الفكري الهام. معنا إذن الأستاذان، الأستاذ حامد عبد الصمد الذي ليس بحاجة إلى أن نقدمه لأنكم لم تحضروا في هذا اللقاء الحميمي إلا لأنكم تتابعونه وتعرفونه، ومعنا أيضا الأستاذ محمد المسيح الخبير الدولي في مخطوطات القرآن، والذي تعرفون أيضا أبحاثه وجدية العمل الذي يقوم به في مجال اختصاصه. بالطبع لم نرد لهذا اللقاء أن يكون مفتوحا للجميع، ولم نعلن عنه يعني بشكل كما تعودنا على ذلك، لأننا أردنا أن يكون لقاء حميميا بين أصدقاء هذين الباحثين المفكرين، وأردنا أيضا لهذا اللقاء أن يكون مكاشفة بيننا جميعا فيما يتعلق بإشكالية مركزية تطرحها المرحلة التي نعيشها بتناقضاتها بإكراهاتها بمفارقاتها كذلك. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم يطرح علينا أسئلة التنوير، وفي مقابل التنوير توجد فوبيا التنوير، مما يجعلنا نستعمل الكلمة التي تفضل بها واقترحها علينا لهذا اللقاء الأستاذ حامد عبد الصمد، التنوير فوبيا. التنوير فوبيا تطرح أسئلة، لماذا الخوف من التنوير؟ ما هي تحديات التنوير في بلدنا وفي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط وحتى لدى مسلمي الجالية في مختلف بلدان العالم؟ ما هي عوائق هذا التنوير وما هي أهدافه؟ وما هو السبب الذي يجعل أن هناك مقاومة شديدة لفعل التنوير، سواء على المستوى البيداغوجي والتربوي أو على المستوى الفكري أو الفني أو الأدبي أو غير ذلك من المستويات؟ يسعدنا كذلك ونحن نتحدث عن التنوير وفوبيا التنوير أن يحضر معنا يعني الكاتبان من الكتاب اللذان عانيا كذلك من فوبيا التنوير، الأستاذ رشيد أيلال مؤلف كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة،
والأستاذ عبد الكريم القمش الكاتب التنويري كذلك، والذي اللذين تعرضا معا في يعني الأشهر والسنوات الأخيرة، تعرضا لحملات تكفير وإشاعة الكراهية ضد شخصيهما فقط لأنهما يريدان تنوير الناس فيما يتعلق بماضيهم وبحاضرهم وبالإشكاليات التي يطرحها واقعهم. فإذا الأسئلة التي تؤطر هذا اللقاء سيقوم بمقاربتها الأستاذان، ثم بعد ذلك نفتح المجال لتدخلات الشباب والأساتذة والأستاذات الحاضرين معنا. الأستاذ حامد عبد الصمد يتفضل. مشكورا. طيب مساء الخير. أولا طبعا بداية أشكركم على هذه الدعوة الكريمة. كله سامع؟ ممتاز. يعني حين تلقيت الدعوة لأن أتحاور مع الشباب في المغرب لم أتردد، لا أدري لماذا لم أتردد، مع أن لدي أسباب كثيرة لأتردد. أنا كما يعلم بعضكم يعني أعيش في ألمانيا تحت حماية الشرطة بسبب تهديدات قتل متواصلة من العالم العربي ومن داخل ألمانيا نفسها من أخطر أنواع الجهاديين للأسف الشديد، بسبب أني أطرح أفكار مغايرة لأفكار اللي بيسموها المينستريم يعني أو التوجه العام. لكن حين تلقيت هذه الدعوة وجدتها فرصة لي أنا شخصيا أن أقفز فوق ظلي وأن أتحرر من هذا القيد المؤقت الذي فرض علي وأن أجرب. وقد سمعت من مثقفين كرام في المغرب أن الوضع يتغير بعض الشيء وهناك توجه جديد وسقف الحرية يرتفع يوما بعد يوم. طبعا ما حدث للأستاذة أسماء المرابط، ما حدث للأستاذ رشيد أيلال، ما حدث للأستاذ عبد الكريم القمشي، كله يبين أنه لسه المشوار أمامنا طويل، ولذلك نحن هنا لنتحاور. قالوا لي أنه سيكون حوارا ضيقا، لكن نحن أرى الجمهور طبعا أسف للأخوة الواقفين، يعني أتألم أن هم مش هيقدروا يقعدوا طوال الندوة، ولكن هذا أيضا يشجعني أن هناك اهتمام بهذا الموضوع داخل أوساط المثقفين في المغرب. لماذا التنوير فوبيا؟ لماذا نخاف من التنوير؟ التنوير ثمن باهظ، كثيرون يسمون أنفسهم تنويريون أو تنويريين، ولكن حين يوضع في الاختبار تكتشف أنهم لا علاقة لهم بالتنوير، هم يريدون تجميل صورة شيء ما. التنوير ثمنه باهظ جدا لأنه يحتاج إلى مراجعة تامة وكاملة لحاضرنا وماضينا وتوجهنا في المستقبل، وهذه تكلفة باهظة جدا وستطير فيه رقاب، ولنكن صريحين جدا في هذا الأمر. اللي بيمنوا أنفسهم أن التنوير سيأتي لمجرد أن حاكم خليجي سمح للنساء بقيادة السيارات فهم يخدعون أنفسهم. التنوير الذي يأتي به فرد آخر قادر على سلبه الحرية التي يهبها إليك أحد، هو نفس الشخص قادر على استردادها منك مرة أخرى. ولعل التجارب في منطقتنا أثبتت ذلك. التنوير الذي جاء به أتاتورك ألغاه أردوغان، التنوير الذي جاء به شاه إيران ألغاه الخميني، وحدث ولا حرج في كل البلدان الأخرى. أتذكر أن احنا في الستينات كان جمال عبد الناصر في مصر بيلقي خطاب وبيسخر فيه من الحجاب ويسخر فيه من دعوة الإخوان فرض الحجاب. في هذا الوقت كان تقريبا لا توجد امرأة مصرية محجبة بهذا الشكل الذي نراه الآن، وأنا ليست لدي مشكلة مع الحجاب على فكرة،
ولكن ظن المصريون في ذلك الوقت أننا خضنا معركة التنوير ومسألة اللبس محسومة، ولكن تحت الجلد كان هناك فكر عفن، فكر ديكتاتوري متأصل أسس له منذ قرون، وهذا الفكر يمكن استفزازه بإبرة فيطفو على السطح مرة أخرى ويقتحم الساحات. نحن نخاف من التنوير لأننا لو ناقشنا القضايا التي تسببت في تخلفنا سنضطر لمساءلة النصوص التي أدت إلى تخلفنا، سنضطر لمساءلة الأجداد الذين نسمي مدارسنا على أسمائهم، سنضطر لفتح أبواب لا يريد الكثيرون أن يفتحوها. فلهذا نخاف من التنوير، نخاف من المراجعة. حين نراجع فكر الجهاد والذي أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن، فلا بد أن نسأل الأجداد الذين جاءوا إلى شمال أفريقيا واستعبدوا البشر، لا بد أن نسأل النصوص التي قادت إلى ذلك، من لديه الجرأة؟ أنا أتعرض لانتقادات من إخوة، كوني أتعرض لانتقادات من إسلاميين فهذا أمر طبيعي، شيء طبيعي أن أتعرض لانتقادات وتهديدات من إسلاميين، ولكن حين يأتي مثقفون ويقولوا لي المجتمع يعني لم ينضج بعد حتى يتفاعل مع أفكارك وجرأة أطروحاتك، فأنا دائما بقول لهم طب ممكن تدوني موعد، يعني قولوا لي يعني يوم الخميس 13 مارس 2035، والله حاجي بس ادوني موعد، ما حدش يسيبها لي مفتوحة كده. يعني ايه المجتمع لم ينضج بعد؟ ما هو يمكن المجتمع لم ينضج بعد لأن أحدا لم يجرؤ على مواجهته بهذه الأفكار، أو لأن الذين جرؤوا خطوة تراجعوا خطوتين وكانوا يريدون تنويرا سلسا أبيضا دون صدام، وهذه خدعة كبيرة. لا يوجد تنوير دون صدام مع التراث، وصدام قوي جدا. الذي يريد أن يحتضن التراث وممثليه ومنظريه ويريد أن يدخلهم في لعبة التنوير يرتكب جرما. الذين يظنون أن الإسلاميين لديهم تنويريون مخطئون، ليس ما بين القنافذ ما هو أملس. واذكروا التاريخ، ما توقف الإسلاميون لمساندة أحمد عصيب، واعكس الآية، ما توقف أحمد عصيب لمساندة الإسلاميين لاسترداد حقوقهم حين تسلب هذه الحقوق. تجربة بسيطة جدا، ما توقف الإسلاميون مع رشيد إلال، ما تأيدوه. فهناك خدعة تحدث هذه الأيام، يعني في الستينات والسبعينات خاصة بعد ثورة الخميني في بداية الثمانينات كان فيه توجه في الدول العربية إنه فجأة تجد مفكر يساري ماركسي صميم رب لحيته وأصبح إسلاميا. ليه؟ لأن التمويل ابتدى يجي من ناحية السعودية لمجابهة الفكر الشيعي ولمجابهة إيران. في هذه الأيام السعودية تبخل بالتمويل على الفكر الوهابي لأنه خلاص البقرة لم تعد يعني تأتي بالحليب المطلوب أو تستهلك نجيلا أكثر مما تنتج حليبا، فصارت أموال التنوير من برضو من بعض الدول الخليجية تذهب إلى اتجاهات أخرى، بيجيبوا بقى الشيخ عدنان إبراهيم ويقول لك أصل الرسول لم يقصد واضربوهن، مش معناها واضربوهن إنما يعني خذوهم بالحضن وزغزغوهم بالسواك وحاجات زي كده. فصارت أموال تنفق في هذا الاتجاه التنوير،
فتبص تلاقي إسلاميين كانوا ذوي لحى وفكر داعشي أصيل، مرة واحدة يقول لك أنا تنويري وعقلاني، بس عقلانيته بقى إيه؟ عقلانية انتهازية وعقلانية يعني لا حيلة له، إنه وكمان هو قضيته ليست التنوير، ما زالت قضيته الإسلام والإسلام السياسي، ولكن إذا كان يعيش الآن في مجتمع مثل المغرب وجاء وقال دولة الخلافة ولا بد من الجهاد في سبيل الله، خلاص مش هيلاقي حد يدعمه، وبالعكس كمان في خطورة. فيقول لك إيه بقى؟ التعايش والدولة المدنية، ولكن أي واحد يقول لك دولة مدنية ولكن، اقفل الباب في وشه وقول له في 60 داهية. مفيش حاجة اسمها دولة مدنية ولكن، مفيش حاجة اسمها دولة مواطنة ولكن. التنوير بين والإسلاموية بينة وبينهما أمور متشابهات، فتجنبوا المتشابهات اللي بينهم. في ناس بتخش كده بتحاول تفسد هذا المذاق. التنوير واضح، بني التنوير والحداثة على خمس، ما عشان يعني الناس تفهم بقى أخيرا. أكيد فاهمين أنتوا يعني. الحرية قبل كل شيء، الحرية ليس بالمفهوم الإسلامي، عشان نبقى واضحين، بالمفهوم الغربي، حرية شخصية، حرية الرأي. حرية الرأي يعني حرية انتقاد أي شيء وأي دين وأي شخص مهما كان مقدسا. الذي يعترض على هذه المادة ليس تنويريا. خذ الأمر الذي فيه تستفتيان، عشان نبقى واضحين. حرية العقيدة في الاتجاهين، أنا وأنا لا ديني أحارب من أجل حرية المسلم في ممارسة عقيدته في أي مكان على ظهر الأرض، وحين يتعرض مسلم في أوروبا للتضييق أو دور عبادة للتضييق أروح أنا وأقول أنا مسلم، حين يتعرض مسيحي أروح أقول أنا مسيحي، حين يتعرض يهودي أنا يهودي، حين يتعرض ملحد للاضطهاد أنا ملحد. هذه الحرية التي أقصدها، ليست الحرية المبنية على انتمائي، ليس التعاطف القائم على القبلية والعصبية مثل تعاطفنا مع بورما ولكننا ننسى ما يحدث لجيراننا من أبناء الديانات الأخرى. إذن الحرية بكل أشكالها، حرية الشخصية، حرية الاعتقاد، حرية الفكر، المساواة بين الرجل والمرأة، الحرية بكل أشكالها، حرية الإنسان في امتلاك جسده، هو يتحكم في جسده، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يلبس أو ماذا لا يلبس، هذا جزء من الحرية. وإذا دخلنا في نقاشات جانبية على هذه الأمور فهذا ليس تنويرا. إذن بني التنوير على خمس: الحرية، ثانيا حقوق الإنسان، وأيضا حين أقول حقوق الإنسان أقصد حقوق الإنسان كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وليست الحقوق الطبقية التي نعرفها من التراث الإسلامي، أن المسلم له حقوق وغير المسلم له حقوق، أن الرجل له حقوق والمرأة لها حقوق أخرى. لا، الحقوق قائمة على مبدأ المواطنة للجميع والواجبات أيضا، مبدأ التسامح، ومبدأ التسامح هنا أيضا ليس بالمفهوم الإسلامي أنه نحن نسمح لأهل الذمة ونسمح لمش عارف مين، بس البهائيين لا والملحدين لا والبوذيين لا، لا، التسامح مع الجميع، والتسامح الذي ليس فيه هيراركية، ليس فيه طبقية، يعني مش إن أنا علشان مسلم أنتمي لأغلبية مسلمة إذن كل أصحاب الأقليات الأخرى يكونوا تحت وطأتي، لا، نحن أمام القانون سواسية. مبدأ التسامح ومبدأ التعددية، بلوراليزم، التعددية، وهذا المبدأ غير موجود في الإسلام، نقولها صراحة. في الحقيقة هذه المبادئ التي ذكرتها كلها إما غير موجودة أو مبتورة في الإسلام أو مشروطة في الإسلام. إذن إذا كنا نريد تنويرا فلا بد من الحرية، وطبعا حرية البحث العلمي، وتجعل لدينا أن النتائج مفتوحة في كل المجالات. يجلس إلى يساري الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد مسيح الذي يعمل في مجال ما
مخطوطات القرآن، وسيتكلم هو طبعا عن هذا الموضوع. كونه مسلم أو غير مسلم لا يلزمه تجاه أحد بنتائج معينة، هو يعمل بوثائق، يعمل بمنهجية علمية لا علاقة لها بالدين، ويحلل ويفند. النظرة الدينية، النظرة الدينية تقول أن نتائج بحثه لابد أن تأتي مطابقة لما لدينا من المصحف العثماني اليوم، سواء رواية ورش أو رواية حفص عندنا في مصر. طيب هو عمل أبحاث جاءت بنتائج أخرى، نعمل فيها إيه؟ من وجهة نظر علمية نتائجه صحيحة، قارن مخطوطات أولى للقرآن بالمصحف الحالي واكتشف اختلافات كثيرة، واكتشف أن هناك تطورا حدث لما نسميه الآن القرآن. هذا غير ملزم. المؤمن سيرفض هذا الشيء. التنوير يقول I don't care، لا يهمني من مؤمن ومن ملحد، لا يهمني النتائج المنهجية. أستاذ سعيد ناشد الذي أجريت معه أيضا حوارا لبرنامج صندوق الإسلام يتحدث عن فرق بين الوحي الرباني والقرآن المحمدي والمصحف العثماني. هذه فكرة خطيرة جدا، يعني لا تقل خطورة عن فكرة الأستاذ رشيد هلال في نسف أسطورة البخاري، إنه لا، في سوء تفاهم، في ناس فاهمة أن ما لدينا الآن هو ما أوحى به الله، وهذا هو مدخل المشكلة. لأن فعلا أنا شخصيا لو اقتنعت أن ما بين يدينا الآن هو حرفيا ما أوحى به الله، أنا سأترك هذه المناظرة، أنا ما أجازفش، جهنم وبئس المصير، هروح في 60 داهية، ما أجازفش. ولكن أنا عملت عقلي وقارنت ومحصت ووضعت كل شيء في سياق التاريخي، واكتشفت أن معظم آيات القرآن مرتبطة بسياق معين، والله لا يرتبط بأي سياق، لا يمكن أن يكون مرتبطا بأي سياق، خاصة إذا كان يوحي بآخر كتاب الله. هنا تأتي فكرة جديدة طرحها الأستاذ رشيد، وهي أن انتهاء الوحي يعني وصول الإنسان إلى يعني سن الرشد، أنه لا يحتاج هذا الفكر الأسطوري السحري، وإنما هو قادر على الخوض في معترك الحياة، لأن لديه من الآليات الآن ما يؤهله لذلك. اكتشف العلم، واكتشف المنهجية، واكتشف الفلسفة. وهذه فكرة أنا بصراحة يعني أعجبتني جدا وفاجأتني، أيضا أجريت معه حلقتين ستستمتعون بهما في برنامج صندوق الإسلام. الكل يحاول أن يخرج من الورطة، كل على طريقته. هناك حلول تنويرية، ما يقدمه سعيد ناشيد، ما يقدمه رشيد إلال، ما يقدمه أحمد عصير، ما يقدمه محمد مسيح، حلول تنويرية. هناك حلول فقهية انسوها تماما، هي فقط عمليات تجميل لجثة هامدة، هي تبييض لمنزل آية للسقوط. فلا تضيعوا وقتكم مع من يحاولون التجميل، لأنهم لا يسعون إلى التنوير، ولكن يسعون إلى حفظ ماء الوجه، يسعون إلى أنقاذ مشروعهم الإسلامي على حسابكم أنتم التنويريين. إذن وهذا هو يعني رجائي إلى الإخوة المثقفين، الأمور تتغير بسرعة هذه الأيام، وأعتقد أننا في وضع جيد مقارنة بعقود مضت. لقد مرت علينا عصور ظلامية كنا يعني في وضع صعب جدا، ولكن الآن في بعض الدول في شيء من الرغبة السياسية للتغيير، لابد أن نستغل ذلك. هناك انحسار للتيار الوهابي وقلة تمويل له، سيستغرق الأمر بعد سنين، ولكن لابد أن نستفيد من ذلك. ماذا علينا أن نفعل
يا من نسمي أنفسنا مثقفين أو تنويريين. يا ريت نبطل نخبط في بعض. دي هوايتنا المفضلة. نسيب الأعداء الحقيقيين الذين يعني يريدون النيل منا ومن رقابنا ونعطل بعض ونلقي الأحجار في طريق بعض والعثرة. ليه؟ هذا أول شيء، برجاء الإخوة التنويريين ما يخبطوش في بعض، يشوف أكيد من كل فكرة سنستفيد شيء ومن كل شخص سنستفيد شيء. لكن هذه المطاحنات، الإسلاميون لديهم يعني شبكات عمل ونتوركس قوية جدا وعندهم تمويلات قوية جدا، فلا تنهك زميلك ولا تفقدهم مصداقيته، عاونه أينما استطعت. الجانب الآخر، أعتقد أنه آن الأوان أن نتحلى بجرأة أكبر. أنا أعلم ثمن هذا، وأنا في 2013 كنت في وسط القاهرة وكنت ألقي محاضرة وكنت أسميها الفاشية الإسلامية في وسط القاهرة في عز حكم الإخوان المسلمين، وده عاديني موجودة ولسه ما حصلش حاجة. طبعا تهديدات بالقتل وتكفير ومشاكل كبيرة جدا، ولكني لم أتوقف يوما واحدا عن الكتابة أو الإدلاء برأيي، لأنه مبدأ. فكل واحد يشوف مدخله للتنوير ايه. لو مدخله للتنوير مبدأ، تمسك بهذا المبدأ واجهر به، الدعوة السرية انتهت. آن الأوان الجهر بالدعوة. وتأكدوا تماما أنكم لو صمتتم لإرضاء الإسلاميين لن يرضوا عنكم أبدا، ولن يرضى عنكم الإسلاميون حتى تتبعوا ملتهم حقيقة. فاللي بيمني نفسه إنه هو يراوغ في الكلام ولا يكون واضحا حتى يرضى عنه الآخر، لن يرضى، سيستغلك فقط من أجل قيديته ثم يرميك عظمة. أما إذا صمت وقلت رأيك بصراحة، طب احنا لكم ايه يعني؟ ده بس اللي بيتفرجوا على صندوق الإسلام من المغرب، لو اتجمعوا مع بعض هيخربوا الدنيا. كتيرين قوي، انتوا كتير قوي، انتوا كتير، بس من كتر الصمت انتوا بتدوا انطباع للتانيين ان انتوا قلة قليلة، شرذمة قليلون. لا، انتوا كتير جدا. لما واحد يجهر ويقول رأيه بصراحة، التاني حيأتي ويقول رأيه بصراحة، والتالت حيقول رأيه بصراحة. طول ما كلنا ساكتين، الطرف الآخر حيظن ان احنا أقلية ولا قيمة لنا ولا حاجة لهم للإنصات إلينا. إذن مبادئ التنوير واضحة كما ذكرت، معوقاته واضحة، الخوف من المراجعة والمساءلة للآباء والنصوص. لا بد من التصادم مع الآباء والنصوص، لابد من فتح كل الملفات الشائكة مرة واحدة. في بدايات القرن الماضي كانوا بيقولوا واحدة واحدة، علي عبد الرازق جه الإسلام وأصول الحكم، جاء بعد كده طه حسين وقال في الشعر الجاهلي وقال كلام، وبعدين جاء بعد كده فرج فوده كل ولا، وعندكم جاء الجبري وقال لكم خد روح احتضن الثقافة الغربية عشان ابن رشد نايم فيها. ومع ذلك ما حصلش هذا التغيير الذي نصبوا إليه. فلا بد من المكاشفة والمواجهة، نريد جرأة. قضيتنا ليست إنقاذ الإسلام، المؤمنون يستطيعون أن ينقذوا إيمانهم الشخصي بعدم توريطه في السياسة والتشريع. المثقف ليست وظيفته إنقاذ الإسلام، المثقف ليست وظيفته إيجاد مخرج آمن للمؤمن المتعصب. المؤمن المتعصب هو من عليه أن يجد لنفسه مخرجا حين يسحب البساط من تحت قدميه في التشريع وفي القانون وفي السياسة. لكن طالما ندللهم، طالما نطبطب عليهم،
طالما نعطيهم الانطباع أنهم الأقوى ونحن الأضعف سيتمادوا. إذن الجرأة، من أراد تنويرا فليعمل عقله، ومن أعمل عقله فلا بد أن تكون النتائج مفتوحة. كل واحد فينا اتولد في دين معين أو بلا دين بمحض صدفة جينية وجغرافية. نفضل نلف حوالين هذه الصدفة ومربوطين فيها برباط مطاطي، كلما بعدنا نرجع ويلسعنا الأستيك. كل رباط مطاطي نبعد بالتفكير ولكن لابد أن نعود. الخوف من المحرمات، الخوف من المحظورات، الخوف من معاقبة القانون أو معاقبة المعاقبة الاجتماعية. لا، لا يوجد تنوير مع خوف. تنوير يضع الخوف جانبا ويلبي نداء العقل ويمشي وراءه، ونداء الإنسانية وليس العقل المتبجح. فنحن ثقافتنا لا تسمح بالشك، ولكن التنوير يطالبنا بالشك. نحن نصلي في الحج ونقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك، لكن علماء التنوير كانوا الشك هو نبراس، لا بد من الشك. بالنسبة للتنوير لا توجد خطوط حمراء في الفكر. من يضع خطوط حمراء في الفكر يدور حول نفسه في نفس الفلك ويعود لنفس النقطة ويسأل نفسه لماذا تخلفنا. أستاذ عصيد طرح هذا السؤال، لماذا تخلفنا؟ قبل 70 سنة طرح هذا السؤال، وقبل 120 سنة طرح هذا السؤال، لماذا نحن متخلفون؟ وعملين نيجي ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد، وفي الآخر ما بنطلعش. ليه؟ لأن تركيبتنا الثقافية عبارة عن البحث عن المستقبل في كهوف الماضي. يعني أقرب مثال، عندما مات العالم الجليل ستيفن هوكينج، نحسبه من الشهداء ولا مزكي على الله أحد، كان هناك يعني شيء مقرف على شبكات التواصل الاجتماعي من بقعتنا نحن، هذه البقعة الإسلامية الجميلة حيث قبل الله الأرض مرة واحدة. أخس وأحط التعليقات على وفاة هوكينج جاءت من منطقتنا نحن. يبقى خلي بقى الفيزياء تنفعك يا ملحد كده، وهو دلوقتي هخليه يروح يقيس درجة حرارة نار جهنم بالفيزياء بتاعته، وهكذا. فهذه مشكلة، معاداة العلم، تسفيه العلم، مشكلة خطيرة جدا. ضحكوا علينا وقالوا لنا ان في القرآن كل العلوم مدرجة، كل شيء في القرآن. نظرية الجاذبية هتلاقيها في سورة فصلت، والثقوب السوداء كمان بالمرة في الآيات من 9 لـ11، وبروحوا اقروهم كده هتفاجئوا. ليه؟ عشان هي دي استراتيجيتنا في التعامل مع العلم دايما. إما هو قطار العلم سبقنا بمحطات، فنحل المشكلة ازاي؟ لازم نجري أو لازم ناخد القطار اللي بعده ونحصله. لا، احنا نوقف على المحطة، كل قطار ما يعدي بالعلوم نبص له ونقول له يا وقح يا كافر، ونشف ونفش غلنا فيه، نفش غلنا في العلم وهو معدي قدامنا كده خلاص، عشان مش قادرين نواكبه فبنحتقره. او لو ما بنحتقروش ندعي امتلاكه بالباطل، نقول لك ده في القرآن، في نظرية تطور الجنين موجودة في القرآن، ونظرية الجاذبية موجودة في القرآن، ونظرية وكل الكوانتم فيزيكس كلها مشروحة في القرآن. هلا طب ما استخرجتهاش انت ليه ما دام العملية بهذا الوضوح؟ فهو البحث في الماضي، لانه الحاضر بتاعه مفلس. حشوله دماغه ان اعظم عصوره هي عصر عقبة بن نافع وموسى بن نصير، ان اجمل ما مر في تاريخه هو وقت السبي والقنص واقتصاد الحروب.
فهو قاعد يحلم بعودة هذا الشيء. تعرفوا ان مش بس الاسلاميين لسه بيحلموا بعودة الاندلس، برضو كثير من المثقفين اليساريين لسه بيحلموا بعودة الاندلس. عندنا في مصر بيكتبوا في قصائدهم. والله، وفي سوريا يحلموا بالاندلس. تاخدوا الاندلس تعملوا بها ايه؟ مش كفايه المصايب اللي حصلت؟ سيبونا حته نهرب فيها. طيب يعني لما الدنيا تقفل في عيوننا، يعني تخيلوا لو احنا الاثنين كده وكل الدول كانت تحت الحكم الاسلامي، كنا هنروح فين انا وهو؟ هيفسحونا. انا لا اريد ان اطيل عليكم عشان بس الاخوه اللي واقفين ورا، الجرأه في الطرح والمكاشفه، وان احنا ما نخبطش في بعض، وان احنا نكون صريحين ماذا نريد من وراء التنوير. هل نريد جلسات جميله نتكلم فيها عن التنوير؟ ويعني انتوا لاحظتوا النهارده انا ما جبتش سيره ولا فيلسوف من فلاسفه الغرب، رغم ان انا ممكن ساعه اجيب لكم بقى مقتطفات من كانتو وسبينوزا وفولتير ومونتسكيو كله، بس انا بتكلم عن واقعنا، احنا ما بنتكلمش عن قضيه نظريه. النهارده العالم بيفكر في افاق تانية، واحنا لسه بنقول الارث بين المراه والرجل نساوي في الارث ولا لا. يا للخجل، في مصر عندنا يعني بيناقشوا في التلفزيون هل من الممكن ان اقول لزوجتي المسيحيه، هو مسلم، كل عام وانت بخير بمناسبه عيد الميلاد المجيد. شفتوا وصلنا لحد فين؟ ناهيك بقى، مش هقول لك بول البعير والحاجات دي، عشان دي الحاجات اللي هي الايه الشاذه يمكن. يعني اكيد انا اكاد اجزم ان مفيش ولا واحد في القاعه شرب بول البعير قبل ذلك. بس على ارض الواقع، ايه هي القضايا اللي احنا عايزينها؟ احنا عايزين من التنوير ايه؟ وممكن نقدم للتنوير ايه؟ احنا عايزين من التنوير المواطنه، الحريه للجميع، للمؤمن المسلم، للمسيح المسلم المؤمن، للبهائي المسلم، للشيع المسلم، للملحد، للاديني، للا ادري، لكل من هم ينتمون لهذا الوطن، ان يكون الوطن هو الاساس وليس دولة الخلافة وليس احلام استرداد الاندلس، ان يكون الجميع متساوون رجلا وامرأة. ايه المشكلة في كده بقى؟ احنا عندنا مشكلة مع مين في القضايا دي؟ حذروا فذروا، مع انفسنا ومع العقيدة بصراحة، لانه ما دامت مقدسة وتعلو فوق القوانين وهي التي تشرع، ما كناش هنبقى في القرن الحادي والعشرين نقعد ونقول يا ترى ممكن نسمح لدكتورة في الجامعة انها ترث مثل اخوها الصايع، او برضو الدكتور في الجامعة عشان ما نغلطش في الناس. ما كناش هنناقش هذه القضايا لو ما كانش الدين جاء بنص من 1400 سنة يقول لنا هذا الشيء، ما كناش هنقعد نتناقش. ما فيش ندوات بتتعمل في ألمانيا حيث أسكن عن التنوير، خلاص ممكن يجوا يحتفلوا بذكرى ميلاد كانت ولا ماكس فيبر ولا مندلسون ولا ماركس، لكن مش هيجوا يقولوا ايه التنوير ولا بد وعايزين ايه. قضايا حسمت، نحن نلف حوالين أنفسنا في حلقة مفرغة، ويأتي مفكرون. احنا لسه لحد النهاردة في تنويريين بيجوا بيحاولوا ان هم يعيدوا اراء الشيخ محمد عبده، هذا افلاس. الشيخ محمد عبده أراءه في التنوير فقيرة جدا جدا بالنسبة لعصره، كان يمكن ثورة، لكن عشان احنا من ساعة محمد عبده لحد الان ما تحركناش كثيرا في مجال التنوير، فنرجع استرجاع. حتى حين كتب العظيم عبد الجبري عن نقد الفكر العربي، حاول ان يدخل مدخلا اسلاميا للتنوير، وهذا خطأ. التنوير لا يعرف دين معين،
يعني هو يقول للشباب المسلم اذهبوا وانهلوا من الفلسفة الغربية فهي فلسفتكم، فأبوها هو ابن رشد. هذا خطأ. ابن رشد ليس أبو الفلسفة الغربية، أو ليس من أسس الفلسفة، هو ترجم مشكورا ما كتبه أرسطو وعلق عليه تعليقا جيدا، وكان يحاول أن يخدم الدين به. وهذه أزمة الفلاسفة والمفكرين، هم دائما مربوطين في الدين، عايز يخدم دينه، عايز يبرئ دينه، عايز يبرر. لا، هذه ليست قضيتنا. المؤمن بينه وبين نفسه يبرر لنفسه النصوص. كتنويري أنا بأتنصل وأحدث قطيعة مع نصوص جاءت لعصر آخر، أسست لمجتمع آخر لا يمت المجتمع بصلة. أنا أبعد بكثير، كلنا في هذه القاعة أبعد بكثير مما توصل إليه خالد بن وليد وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وأبو ذر الغفاري وأبو هريرة. نحن أبعد بكثير من هؤلاء، فلماذا نحن مربوطون بهم؟ لماذا نناقش كل القضايا من وجهة نظرهم هم؟ متى ستكون لدينا الجرأة أن نتنصل منهم ومن نصوصهم ونقول لقد بلغنا سن الرشد وسننظم مجتمعاتنا بمعطيات مجتمعاتنا اليوم وليس بنصوص أكل عليها الزمان وشرب؟ أشكركم على هذه الحفاوة والاستقبال. أنا لفيت المغرب كله في هذه الزيارة، وكانت زيارة جميلة جدا. أنا طول عمري عارف أن المغرب بلد جميل، وطول عمري عارف أن أهل المغرب أهل كرم، لكن ما حدث لي في هذه الزيارة فاق كل التوقعات والتطلعات. ألقيت حوارات رائعة مع الأستاذ عصيد سترونها على برنامج صندوق الإسلام، مع الأستاذ رشيد إيلال، مع الأستاذ سعيد ناشيد، مع الأستاذ محمد بن الأزرق، مع أستاذ محمد سعيد، أستاذ محمد أجديد وآخرين، والبروفيسور ديال الفلسفة السبناني من الفاس وغيرهم. وكانت حوارات ستفاجئكم يعني كمغاربة، وستفاجئ الكثيرين فيما يسمى بالوطن العربي الإسلامي. أنا تعلمت من الأستاذ عصيد أن العرب أقلية في البلاد العربية وجينيا هذا صحيح. وهذه النقاشات كمان أثبتت لي أن المغرب لديه الإمكانات لأن يكون القاطرة الأولى في قطار التنوير. المثقفون هنا، الترابط بين المثقفين هنا، مش كل واحد بيشتغل لوحده زي عندنا في مصر للأسف. يعني فيه ترابط هنا، وفي برضو سمسار ثقافي الأستاذ عزيز أرقراق، هو اللي دايما بيوفق ناس كده، مش عايز تعمل ندوة مع فلان مش عارف يعني، فهو اللي بيوفق رسم في الحلال وأحيانا في الحرام لما بنتكلم عن النصوص الدينية. فأنتوا المعطيات عندكم جميلة جدا، وأنا أشتم يعني رغبة سياسية كمان في شيء من التغيير، فهذه فرصتكم. يعني ياريت تاخدوا خطوة أكثر للأمام وتشدونا معاكم عشان خاطر بقية هذا العالم المظلم يعني في حالة من اليأس للأسف الشديد، ويحتاجوا نموذجا يحتذون به. وأعتقد ما رأيته في المغرب يكفي كبداية جيدة جدا لهذه الانطلاقة. وأتمنى ما أكونش أطلت عليكم، وأعطي الكلمة الآن للأستاذ محمد المسيح. شكرا لكم.